ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا جانا بعدها هون؟ كانت هون من شوي. بدي احكي معك كلمتين اذا ما في ازعاج. الحقيقة في ازعاج. بقدر اقعد ولا كمان في ازعاج؟ تفضل. ليك رامي، بدي اياك تعرف انه قد ما بعدت المسافة بيني وبين جنى وشو ما صار مشاكل بيناتنا، أنا وجنى لبعض ورح نكفي حياتنا مع بعض. أنا ما عم بفهم أنت اللي جاي عم تقلي هذا الكلام إلي. روح قوله لجنى اللي هلأ كانت من شوي هون ورأيها كان غير هيك تماماً. كانت عم تخبرني قديش عم مصدومة وقرفانة من كل شي عم بصير. أنت بعيد عن طريقنا وكل شي رح يكون منيح. أنا بعيد عن طريقكم إياد، وإذا أنت ملاحظ أنه جنى هي اللي إجت لعندي لهون، مو أنا رحت لعندها على البيت. وعلى فكرة لو ما قلت لها أني أنا تعبان كان ممكن تكون ضلت قاعدة لهلأ أو حتى نامت لبكرة الصبح. فشرت فشرت تحط إيدك على جنى ولك هي مرتي، عم تفهم؟ هي مثل مرتك إياد، بس ما أنا مرتك. أنت عن جد بتشفق كتير، وعلى فكرة أنا كتير زعلان عليك. وصلت حالك لمطرح كتير بشع وصعب، ضليت لك محتار بين التنتين لحتى خسرت التنتين سوا. وبحب ذكرك كمان انه حضرتك انت اللي اجيت لعندي هلا، مو انا رحت لعندك. غريبين بتجوا لعندي وبتدقوا بابي وبتفوتوا بالقوه وبتتهموني اني عم اتدخل بحياتكم الشخصيه.
يكون بعلمك يا أستاذ أيام الحب والارتباط بالقوة هذا ولا من زمان، وجنى إذا ما بدها إياك ما في قوة ممكن تخليك ترجعها. لا أكيد بدها إياني، بأكد لك إنه جنى بدها إياني. أنا رح أتركها هلأ يومين بس ترتاح لتفكر بهدوء، بس بعدين أكيد رح نرجع لبعض ورح نتجوز إن شاء الله. بتتهنوا يا رب. آه مالك مصدق؟ ما أنت شو بيهمك إذا أنا كنت مصدقك ولا لا؟ يا أخي حل عني وروح حل مشاكلك بعيد عني، أنا ما بدي أتدخل فيك وأنت لا تتدخل فيني. بس يكون بعلمك إذا جنى احتاجتني شي يوم فأنا رح أوقف حدها ورح ساعدها كمان. قصدك رح تستغل وضعها، رح تستغل وضعها إنها ضعيفة وتوصل للشي بدك توصل له من زمان. يا أستاذ يا محترم، أنا لو كنت استغل وضعك كنت استغليته من زمان، من قبل حتى ما يكون في علاقة بينك وبين تينا. يا ما أجت لعندي بلندن واشتكت لي وكانت ضعيفة، أنا ولا مرة استغليت ضعفها. وهلأ إذا بتريد تفضل واتركني لحالي، روح حل أمورك وظروفك لحالك، أنا اللي فيني بكفيني. أي وسام كيفك رامي؟ عم بزعجك شيء؟ مشغول؟ لا أبدا ما عم تزعجني، قل لي شو في؟ جنى حكيت أمي من شي ساعة وقالت لها إنه حيب التاكسي وبدها 5 دقايق تتوصل على البيت، عم ندق لها وخطها مسكر. قلت أنا بركي أنت بتعرف وينا أو حكيتك أو شيء. لا ما حكتني، كانت عندي بس ما رجعت حكتني. بس ما فهمت ليش خطها مسكر؟ صراحة ما بعرف، بس مشغول بيننا. طيب وسام أنا جاي لعندك، أنت بالبيت صح؟ إيه بالبيت، إذا أجت قبل بحكيك أنا. أوكي. شو؟ خبرني شو قال لك؟ جنى مو مبينة ومسكر خطها. معقولة؟ معقولة أنت يا مجنونة شو عاملة؟ بس مبسوطة فيكم هلا تكون مجنونة يا حبيبة قلبي. طيب إذا بتريدوا خلينا نخبركم عن الأوف اللي نحن عندينه هلا. سبيشال أوف بيقول إنه الباكيج بيجي بالعشاء للعريس والعروس بنت لابسة رح تلبس عليهم كل الليل، هي بنتهم الثقيلة يلي بتموت فيهم يلي مبسوطة يمكن أكثر منهم كمان. أنت حبيبة قلبي ونحن مبسوطين فيكي كمان. بون أبيتي. ميرسي حبيبتي. كيس الحب. تينا معليش ما تركيا، ما في شي بيغسل الوجع والأغلاط اللي منعملها إلا الدموع. مقهورة، مقهورة كتير من جوا. معليش حبيبتي، عاد ما غلطتي عاد ما انت مقهورة. هلا يمكن يجيكي افكار انك مش ممكن تنسيه ولا ممكن تعيشي من دونه، هيدي افكار رح تمرق بس رح تفل بسرعة. بكره لما تغرقي بتحقيق احلامك رح تنسي ورح تنسينا نحن كمان. بس أنا ولا مرة بعد هلقد عنكم. إيه تينا هلأ صار نق، عم بتفتشي عزة على التفتيش. هالمرة رحت بعدي بس مش كتير، أكتر من 15 يوم ممنوع. مرة نحنا بنروح لعنديك، مرة أنت بتجي. أصلاً أنا وأمك لما أنت تسافري رح نروح معك نعمل شهر العسل الجديد. عن جد؟ عن جد عم تحكي نديم؟ أكيد عن جد، يعني منروح معك أول كم يوم نطمن ونرجع. بحبكم كتير كتير، صار وقت المحبة، افتحوا الباب. بس أنا هيدا ما بستغنى عنه. ولا هيدا. حطيني إيدك. طيب يلا هلأ صار دوري. كيس الحب مرة تانية.
كاس الحب بدون دموع. بدون دموع. أنا بفتح. مرحبا. أهلا. شو عرفتوا شيء؟ ولا شيء بعد. طب بركي كان جوزها القديم نبيل عمل له شيء قصة، جربتوا تتصلوا فيه؟ ما معنا رقمه، وفادي ساكن عنده والماما مش عم تخلينا نتصل فيه. ليه يا خالته؟ لأنه فادي مش ناقصه مشاكل، إجا لعندي وجاب لي مصاري وقال لي إنه رح يبلش حياة جديدة، ما بدي إياه يرجع يشوف نبيل. طيب وهو منين جاب المصاري؟ ما بعرف. بعرف شو عم بتفكروا. ممكن يكون متفق مع نبيل على أخته. لا، سكوت سبع. ولا ممكن، ولا ممكن. وسام اعطيني رقمه وانا بتصل فيه. بركي جنى. جنى؟ شو؟ عرفتوا شيء؟ كيف لك عين تفوت لهون؟ كيف لك عين؟ انا مو شايف سيارة اللي عندك؟ انا جاي اطمن على جنى. بتظهر من بيتي هلا، فاهم؟ وسام غلط. تفضل يا ابني، ما حدا بفوت على بيته وبينطرد. حدا بيعرف نبيل وين ساكن؟ ما بنعرف وين ساكن، بس منعرف انه هو عند وحدة اسمها زوزو. طيب وشو ناطرين؟ ممكن يكون خاطفها وهلا هي عند هي اللي اسمها زوزو. يلا انا رايحه معكم، خذوني معكم. لا بدي اروح معهم، بدي اطمن على بنتي. يا جماعه احنا عم نضيع وقت، خلونا نمشي. يلا يلا يا ابني يلا. اكيد فادي مش خليكم بركي اجت جماعه. هيا هيا بيهتم فيها. نبيل شو هيدا؟ شوفي دلوقتي. نبيل شو هيدا؟ شو عم تعمل؟ انتو كنت فاكرني بهزر ولا ايه؟ شو هيدا؟ ما عم بفهم شي، فسر لي. فين حبيب القلب؟ ماما ما بعرف. ما بعرف؟ لا انت عارفة عنه كل حاجة. كلميه دلوقتي وقولي له ان اختك هنا، ولو ما جاش وكمل العمليه وجاب الفلوس والبضاعه هموتها له، ولو كلم البوليس وهو جاي هموتك انت كمان. يلا بقول لك تطلبين. حاضر حاضر. يلا عم برد. مش عم برد؟ طب كلمي تاني يمكن يرد. كلمي تاني. ايه زوزو، بك شي؟ رجع الكلب على البيت؟ رجع الكلب على البيت. ولو الكلب التاني بقى؟ صاحب الكلب الاولاني ما رجعش على البيت بسرعة، مش هيلحق اخته وحبيبة القلب الا هما ميتين ومرميين فوق بعض. قدامك 10 دقايق يا حبيبي، اوعى تتأخر. خد التليفون. تشتغلين يا زوزو؟ تشتغلين انت يا فادي؟ بعد العمر ده كله بتشتغلين عشان خاطر فادي؟ تحبيه للدرجه دي يعني؟ بعد ما عملت معاكي كل العمليات دي وساعدتك تعملي فيها كده؟ احنا عيش وملح وتهريب وفلوس، انا ناسية. بس انا هعمل معاكي حاجة ما عملتهاش مع حد قبل كده ابدا. عارفة ايه؟ عارفة ايه؟ هسامحك.
يلا حبيبتي روحي اتجوزي وحبي وخلفي وعيشي الحياة اللي نفسك تعيشيها من زمان. روحي لفادي اتجوزيه وعيشي معاه. بستي بستي قومي قومي يلا يلا بقى مرجع في كلامي يلا. زوزو حصل بقى ده؟ هيحصل لك زي بالظبط لو اخوك اليوم ما اقنعتوش انه راح يعمل عمليه ويجيب بقيه الفلوس. انت فاهمه؟ ازيك يا سيروميو؟ عامل لي فيها بطل وحبيب وبقيت تحب الحياة وزوزو. مش قلت لك خلي بالك من زوزو؟ وادي زوزو اهي. كل اللي حصل ده بسببك. اللي حصل في زوزو دلوقتي ده بسببك انت. واللي هيحصل في اختك كمان دلوقتي بسببك. أنا بحبها صحيح بس أنت استمرت تخليني أموت. مبسوط؟ اتفرج. زوزو زوزو زوزو
شو يا أختي؟ زفتي أنا طلعت بطل. تخيل طلع بطل. كنتوا تحت برونة ضعيف وفاشل. خبري أمي وبي إنه أنا خلصتك من هذا المجري. يا أختي أنا بحبك. ما بدي أوصيك انتبهي على أمك. تزعلي زوزو أنا جاي لحقك. توريني توريني أنا جاي لعندي. قولي لها شو بونجور. بونجور. جربي لشوف. ايوه يلا زينة جربي لشوف. بونجور يا ليلى. بونجور.
لا تضايقوا حبيباتي، هلا بيحطكن. ها غرام لا تضايقيه، عم قلك والله مشتهيه للقهوه. بس ليش جبتيها انت؟ مو صعب عليكي النزله من هون؟ يو ليش شبني يخزي العين عني، لساتني قويه مثل الحصان. خد تقبرني. يسلموا دياتك. ايه صار لك جمعة عنا ولسه ما حكيت لي شيء. قلت لك ما عندي شيء أقوله. لا أكيد في عندك شيء تحكي. قلي أنت زعلان على جنى لأنه راحت وتركتها، ولا زعلان على التاني؟ كنت مفكره كتوم أكتر من هيك، أتاري لسانه طويل هالأستاذ محمود. بالله شو أنا عمتك شريفة ولا، وما حدا بهالعيلة كلها بيخبي عني شيء. المشكلة ما رح تفهمي علي شو ما قلت. جربني، بجوز أنت شايفني ختيارة، بس وحياتك وحياتك أنا قلبي شب ومن جوا لسه بحس كأنه عمري 20 سنة. يلا جربني وشوف قديش عقلاتي منفتحين ومالي متخلفة. جرب. أنا بحبها لجنى، بحبها كتير. صحيح علاقتنا كان فيها تفاصيل ناقصة كتير، بس نحن كنا مبسوطين. لوقت ما تعرفت على تينا وهي عبت كل هدول النواقص. آها وصرت تحبهم اثنيناتهم لأنه صاروا يكملوا بعضهم. إيه قصتك مالا جديدة، معروفة من زمان يا عمتي، لأنه أي علاقة بين اثنين فيها نواقص. بس أنا رأيي والله كان لازم ترضى بها النواقص مو تحطهم بوحدة تانية. بس أنا بحبها لتينا. إيه لا تطلعي فيني هيك، أنا بحبها لتينا وما فيني أقول لك قديش أنا مشتاق لها. يعني لساتك بتحبهم أنت الاثنين ولا؟ إيه مشنون ما؟ والله ما عارف بدي أقول لك. قلت لك ما رح تفهمي علي. إيه أنا بعدني بحبهم اثنيناتهم من كل قلبي، كل وحدة إلها بقلبي محل خاص فيها. بتعرفي لو كنت حاسس إنه تينا خلاص ما بقى تعني لي شيء كنت قتلت حالي لأرجع لجنى، ولو كنت حاسس إنه جنى ما بقى تعني لي شيء كنت ركضت ورا تينا لآخر الدنيا لحتى أرجعها. بس أنا فعلاً ما فيني أعيش مع وحدة من دون التانية. ما بعرف يمكن هاد مرض، بس هي الحقيقة. مثل ما أنتي قلتي تفاصيلهم اثنيناتهم بيكملوا المرة اللي بتعبي لي حياتي، مشان هيك ما رجعت ولا لوحدة منهم. وأنا متأكد إنه هنين اثنيناتهم رح يراقوا الرجال اللي بيستاهلون أكتر مني. يخرب ذوقك على هالعملة، بس بتعرف يمكن هيك أحسن. بكرة بس نرجع على سوريا أنا يلي بدي نقي لك وحدة بنت حلال كاملة مكملة وما فيها ولا ناقصة وأخطب لك إياها. أصلاً أنت لازم ترجع على سوريا، حاجتك عيشة بها الغربة حاجة. بعدين نحن صرنا معلقين بها الفصعونة، تسلم لي عينا وما فينا نعيش بلاها. المشكلة عمتي إنه أنا ما بقى فيني أرجع، خلص حياتي صارت هنيك وكل شغلي هنيك، حتى زينة حياتها هنيك ومدرستها ورفقاتها وكل شيء. عمتي بقدر أطلب منك طلب؟ 100 طلب. أنا بدي أطلع على سوريا زور قبر الماما وأختي. بقدر خلي زينة عندك هون كم يوم؟ بس كم يوم، كم أسبوع، كم شهر، قد ما بدك. بس تروح يعني قرا الفاتحة على كل أهلنا وشم تراب سوريا، وإلا لأمك أنا هون عم دير بالي على العيلة كلها، على كل العيلة. شو اشتقت لك يا شريف؟ لك إن شاء الله بتقبرني وبتطلع على قبري. تعا
لدفيك وبعبي خبيك مثل ما كنت أعمله وأنت صغير. كنت تركض لعندي وتقلي يا عمتي يا عمتي أنا بردان، دفيني وبعبك خبيك، تعا تقبرني، تعا تعا يا عمتي، تعا تعا يا روحي، تعا. قد ما كنت قاسي أنت، بس أنا كنت هيك حس إنه مو معقولة إياد اللي كنت خبيه ودفيه وخاف عليه يقسى علينا. أهلا رامي، كيفك وسام؟ الحمد لله. كيف الوضع اليوم؟ أهلي على حالهم وجانا بأوضة فادي. اليوم جبت له أغراض وحطيتهم بالأوضة، كانوا بعده هون. فيني فوت شوفها؟ أكيد، تفضل. أول أوضة عيدك اليمين. شو بدك تينا؟ حياتي ما شفت حدا غريب مثله. طول عمره فادي غريب، جبان وبيقتل حاله، شاب حلو وبشع حاله، حنون وعمل حاله قاسي. أقولك نحن ما كنا فاهمينه، أقولك هو ضحيتنا. هدول الأسئلة جنى ما رح تلاقي لها جواب عليهم، رح يعذبوك على الفاضي. رامي، ما بدي اياك تتعذب وتجي كل يوم. انا بدي وقت كتير لاطلع من الحاله اللي انا فيها. انا بعرف حالي وانا رح ضل جنبك كل هذا الوقت، الا اذا انت متضايقه مني. أنا ماني متضايقة منك أبدا، بالعكس أنا مبسوطة فيك كتير. وأنا أكتر. Thank you.
بسلامتك. الله يسلمك. بليز اقعد شوي. نطرت كم يوم لعزيك لأنه ما كان بدي أزعجك قبل بوجودي، وأكيد ما كان في أطلع لعندك على البيت. عرفت إنه شانا رجعت على البيت. أنا ماني متضايق منك تينا بقى، خلص طلعت من القصة. لما شفت خيي ميت بالأرض حسيت إنه كل شيء تاني، مرات هالمصيبة ما له طعمة. سخيف. معك حق، معك حق. أنا أصلاً جاية بس لحتى أعتذر منك وسام، حتى أقول لك إنه أنا من قلبي عديت معك أيام كتير حلوة، ما عرفت قيمتهم من قبل، ما عرفت قيمة إخلاصك وحبك الكبير لإلي اللي ما كنت بستاهله أبداً من قبل. شرفي كتير، أنا متضايق وما بدي أحكي بهذا الموضوع. معك حق. أنا سافرة على إيطاليا، رايحة السنة الأونيك أتعلم بمعهد كتير مهم. البابا هيك بده وأكيد أنا كمان هيك بدي. مبسوطة كتير، بتمنى بس يصير هونيك دق لك وترد علي. هيك حابة أطمن عنك من فترة للتانية. حلوة كتير روما، رايح لها ثلاث مرات وحافظها. أنا حافظتها بالصور بس ولا مرة زيرتها. أصلاً بحب أرجع أزورك. طيب إذا شي مرة رحت لهونيك تبقى حكيني، أول ما أوصل أنا ببعت لك رقمي، وما بتعرف يمكن نشوف بعض بروما. أكيد. طيب أنا رح أمشي، تبع حالك. إيه سلم ديتك يا بنتي. صحتين. جاي تودعني؟ حلو هيك. تينا كمان ودعت وسام، رايحة عروما. انت كمان رايح عروما ما هيك؟ لا، انا راجع انا وزين على لندن، على بيتنا. بعرف انه انتي ما بقى ترجعي لهنيك غير مشان تصفي شغلك وبيتك وتروحي، ومتأكد كمان انه بس تصيري هنيك ما رح تفكري تتصلي فيني حتى كصديق. انت بحياتك ما كنت صديق. من أول يوم شفتك فيه كنت حبيب، بس هلأ صرت حبيب خاين. مزبوط.
معك حق. جنى أنا جاي لحتى ودعيك ولكني حبيتك كثير. حبيتك من كل قلبي. وزينة حبيتك كثير كمان. حرام صارت تبكي كثير لما عرفت انك انت ما رح ترجعي على لندن. هلا انا قلت لها انه احتمال ترجع، بس طبعا هي ما صدقتني، قالت لي انت كذاب لانه انت هيك قلت لي عن ماما انه رح ترجع وبعدين ماما ما رجعت. اياد انا ما بقدر خلي اي علاقه بيني وبينك. بعرف بعرف مشكلة مو فيكي، مشكلة فيني أنا، بس أنا بدي إياكي تنزلي توضعي زينة، هي معي تحت. حرام، ما ذنبها، هي ما ذنبها تتحمل أغلاط أنا عم بعملها. معلش. راجعه معنا؟ الماما مريضه شوي ولازم ابقى حدا. طب وبس تطيب رح ترجعي؟ اكيد اكيد حبيبتي، بس انت كل يوم احكيني على الواتساب وبعتي لي صورك الحلوين. اوكي تقبري اشتاق لك كثير. اطلعي. جنى شو بعد بدك؟ بدي اياكي تنتبهي على حالك.
مرحبا، أنا رامي يوسف، دكتور الجديد لمادة البيولوجي. حدا عنده أي سؤال قبل ما نبلش؟ تفضلي. يا أمور علينا ويتمنى أوش النجلة ليش النجلة
يوبا. يلا كمان. كمان هيك؟ ايه يلا. لا هيك تعبت. يلا دادي تعال نركض. يلا. يلا. دادي. ايه بابا. لما جانا كانت عايشة معنا هون بلندن كنا كثير مبسوطين، ليه ما بترجع بتجي لهون؟ يا ريت. صعب كمل حياتي.